أرنو قصة لنا هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم أرنو الرسام نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة هل هذا ممكن؟ أرنو الرسام ابدأ على مهل إنه شيء سهل بقلم وورقة هذا هو الحل أرنو الرسام أرنو ارسم لي خيمة هندية هيا 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 مرحبا أرنو مرحبا يوكو مرحبا أنا هندية شجاعة أدعى يوكو القوية مرحبا يوكو القوية أنا القائد الكبير أرنوب مرحبا أيها القائد الكبير أرنوب هيا 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 أنت لست قائدا هنديا ويوكو ليست هندية شجاعة بلى أنا يوكو القوية لدي قوة عديدة صحيح أرنوب؟ نعم هذا صحيح يوكو القوية تفعل أشياء كثيرة حقا؟ بالتأكيد انظري يوكو القوية ادفع الرياح الرياح؟ نعم هل تسمعون صوت الريح؟ يوكو القوية أبعد الغيمة نريد رؤية الشمس أرأيتي؟ أنا يوكو القوية هل تريدين اللعب معنا؟ لكني لست هندية لا أملك خيمة كل الهنود لديهم خيام هيا يوكو القوية اصنعي لي واحدة بالتأكيد أرنوب ما هي الخيمة؟ ما المضحك؟ إنها خيمة مسكن الهنود لكني لا أستطيع صنع خيمة ماذا أفعل؟ عندي فكرة لا تتحركي سأعود فورا ديدي أنا يوكو القوية سأبرهن أني هندية حقيقية يوكو القوية ستستدعي أرنوبا سيصل فورا وسيرسم خيمة رائعة لديدي نعم سيرسم خيمة انتظري وسترين لقد عدت لرسم الخيمة أبدأ برسم خطين مائلين هكذا أخبرني أرنوب لما لا يوجد للخيمة ساق؟ ليس لها ساق يوكو إنها متحركة نعم بالتأكيد كنت أعرف هذا فأنا أعرف كل شيء من الأسفل بين الطرفين أرسم خطا متعرجا وأزوده بمربعات لتثبت الخيمة بالأرض في الأعلى خط منحنى وأضيف ثلاثة قضبان لتحمل الخيمة ثم أرسم خطا إلى الأسفل أرنوب كيف ندخل الخيمة؟ من الفتحة أرسم دائرة كبيرة كهذه ثم أكمل الخط إلى النهاية رائع والآن يجب علينا أن نلونها سأزينها بشكل جميل وأنا سأزينها أيضا هيا 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 أنا هندية حقيقية
قوتك القوية، القائد الكبير سيساعدك. مرحى، القائد الكبير أرنوب سيرسم لي خيمة. لرسم خيمة ابدأ بخطين مستقيمين مائلين، نصل من الأسفل بين الطرفين بخط متعرج وأزوده بمربعات لتثبت الخيمة في الأرض. في الأعلى أرسم خطا منحنيا وثلاثة قضبان بارزة، ثم أرسم خطا إلى الأسفل ودائرة لفتحة الخيمة، ثم تتمة الخط. وأخيرا يمكنكم اختيار ألوانكم المفضلة. لا تنسوا تزيين خيمتكم. أوه، إنها جميلة. أرنوب، أنت أفضل قائد هندي، أليس كذلك يا أصدقائي؟ نعم. ديدي الزهرة الصغيرة، هذا هو اسمك الهندي. شكرا يا كل قوية، لكن كيف عرفت أن اسمي هو ديدي الزهرة الصغيرة؟ يا كل قوية تعرف كل شيء وتعرف أنك تحبين الأزهار. والآن يا أصدقاء، إن أردتم رسم خيمة فافعلوا. إلى اللقاء. إلى اللقاء ديدي، إلى اللقاء أرنوب، إلى اللقاء يوكو.